معانا مساحة بقالنا فترة هنا معانا، وأنا جيت هنا من حوالي سنتين بالضبط، على أساس أن أنا من زمان وعندي طموحات من أيام ما كنت طالب في كلية الزراعة أن أنا يبقى عندي أرض في الصحراء. والحمد لله رب العالمين، النهاردة عندنا مساحة كويسة جدا هنا، وبدأنا نتعامل معاها بالري السليم والتسميد السليم، وبفضل الله تعالى من ثمرة جهودنا أن ربنا كلمنا بالنجاح، وبعد فيه عندنا إنتاج أهوت. ربنا برضو بيكلل مجهوده بأنه هينتج، وبإذن الله مع العمل ومع التعب هيبقى فيه زيادة في الإنتاج، وده مش هيفيدنا أنا كمستثمر فقط، ده هيفيد مصر كلها. وياريت كل الدنيا تهتم بهذا المشروع، لأن مشروع الجوبة اسمه الذهب الأخضر، ولازم نهتم بيه عشان ربنا يرفعنا كلنا ويرفع مصر وتبقى كلها فوق في العلال إن شاء الله.